شو فرج؟ شو صار؟ لا الباب هذا المفتاح ما له. هذا سيدي المفتاح لهداك الباب. لك احكي من الاول، لك العمى بعيونك العمى شايف طلع بلعي وانا عم اجرب، لك بنطحان؟ لا 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 سيدي لا بس كنت خايف تصيح. واذا صيحت يعني باكلك؟ صيح. هلا انت ليش جايبنا لهون؟ اه ليش جايبنا؟ انتوا شفتوا الشقة قبل الشيء اللي صار؟ شفنا. ارفع لفوق. هدول هن؟ ما بعرف سيدي كانوا ملتمين. ملتمين؟ مين انتوا شو عم تعملوا هون؟ انا 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 محامي يا سيدي. اسمك؟ اسمي شاكر الدش. اسمها؟ مين؟ امك. امي شكريه الدش. مواليد؟ 1945 عرب سات. وانتو؟ ما بنعرف شو صار سيدي. قوم لشوف. اسمك؟ جميل ابو كرعوبه سيدي. عندك ام؟ ايه في ام. اسمها؟ فردوس كمان كرعوبة. وشو بتشتغل؟ كتير. انا ما بشتغل شي. وانت ايه؟ دبول. فرج دبول سيدي. اسمها؟ امي ما لحقتها ما بوعها سيدي. شو بتشتغل؟ بطيخ. بطيخ سيدي، عندي براكية بيع فيها بطيخ بالزبلطاني سيدي. دخلك البطيخ ليش كله ابيض السنة ها؟ انت لساتك هون؟ يلا عيني يلا، انت اديت مهمتك والله معك. مع السلامة. ممكن تقولولي بقى شو عم تعملوا هون؟ يا سيدي انا محامي، معي وكالة بالبيت. طيب ليش هيك هيئتك؟ يا سيدي كان في عصابة هون. ها وين راحوا؟ يا سيدي الظاهر هربوا. لك شو يعني الظاهر ها؟ ليش ما بتعرفوا انتو؟ انا بعرف سيدي، لما نط على ظهري انا شديته. وقت اللي بيجي دورك انا بسألك وانت بينضرب على قلبك وبتشاوب. شو قلت لي؟ يا سيدي تم ضربنا بآلة حادة على رؤوسنا. على رؤوسكم؟ اجل. شو عم يصير؟ ليش جايبنا لهون؟ انت بقى معهم هون ولا تخليهم يغادروا، وانت الحالي لشوف بسرعة. شوف لي اذا في شيء مكسور او مخلوع، انا هالقصه كلها ما داخله براسي. حاضر سيدي. لك حاجه تفصفخ بسرك ابني. ما فصل بذر سيدي. يا حبيبي اتع تعا تعا تعا. أنا مظلوم يا سيدي، مظلوم مظلوم كتير. مبين عليك مظلوم مظلوم، من قعدتك على السقيفة وطول الوقت نازل فصفت بسر. السامع زعبطة بالمطبخ. عم تفهم شي جملو؟ ماني عم بفهم شي. هلا بحكي لكم، هلا بحكي لكم. اخي فهمنا شو صار وشو عم بصير. يلا لا تخافوا، انا محامي ومعي بشوى. هذا هو؟ انا شنو اللي بيني وبينك يا رفوق؟ كسرت لي راسي وعم تقلي شنو بيني وبينك؟ انا ما دقيت تحت، هذولاك اثنين دقوكم. فشرت؟ اه بنطلوني، اشلح لي بنطلوني. وسارق له بنطلونه وللرجال كمان ولا؟ يا سيدي شكل لي الدشداشة. ها؟ يعني إذا شق لك الدشداشة بتقوم بتدق ببنطلون تبعي؟ اشلح لي يا قوام، اشلح. اشلح له، اشلح له خلصني.
واني اطلع عريان؟ ايه ما احسن ما تكون مو عريان مش لاحقها؟ ايه لك لوين رايح؟ رايح اشلح. لك يخرب بيتك، ضربنا على نافوخنا وما استحيت، ولا خجلان تشلح قدامنا؟ اشلح ولا اشلح وبوز دشداشتك يلا. والله يا سيدي اذا شافوني لابس لفوق الركبه بالقريه انفضح. يا حرام شو حساس؟ لفوق الركبه بتنفضح، اما حرامي معلش ما؟ انا اول مره يا سيدي. السحليه والحربايه هم اللي جابوني. ومين هدول السحليه والحربايه؟ انت سحليه؟ انا ما دخلني. انت الحربايه؟ اعوذ بالله. لا يا سيدي مو هذول. مين لك؟ ما اللي دقوهم. قالوا لي بتسرق مليون، قلت انتم بتسرقوا؟ انا اخذ. ايه انا حالف يمين ما مد ايدي على الحرام. اسمع سيدي الحالف يمين، طيب اذا انت مالك حرامي ليش اجيت معهم؟ اه وشلون شلحت بنطلونه؟ بيني وبينك بدي اتجوز. هلا ما يجوزوناش الا اذا شنت حرامي. طالبين 300,000 نقد. لا اذا هيك اتركه معه حق، لسه بصير حرامي. اسمع خلينا نتفهم، اعطيني بنطلوني وانا راح اتبرع لك بكلسون الصوف مع اني معي روماتيزم. طب مشطوط سيدي كم مشطوط؟ لك شو شايفنا جايين نلعب؟ سيدي انت تحطني شاهد. ايه وانا اشهد على السحليه والحربايه. راس حساس. هاي البس بنطلونك، فيك تقلنا شو بدك؟ شو بدك منا؟ تفرجوا لي على الشقه. اخي افترضوا تفرجنا، افترضوا. تفرجوا لي وبعدين اعطوني رايكم. انا ماني رايي، ماني رايي بنوب، هيك امي معودتني. وانا لا بحل ولا بربط، ما احكي شو بدك وخلصنا. تزوجت منك ها؟ تزوجت منك، انا بس بتزوج من واحد ببحث بارضي سال جميل. ما بتعرفه بيأذيك هذا. ماشي الحال، ماشي الحال. شو ماشي الحال؟ الشقه عجبتكم؟ حلوه كثير ومشلبنه، مبروك يا اصحابها. انتوا اصحابها. شو الحكي اللي عم يحكي؟ شو نحن اصحابها؟ لوك جمهور عم يتمسخر علينا ها؟ شو الحكي؟ اذا بدكم اخي احكي وخلصنا، شو بدك منا لسه اخذنا وجايب لنا افاق؟ ايه ما بصير هيك. يا سيدي انا محامي شركة زبكشي بيكتشرز الدولية للانتاج التلفزيوني والسينمائي. والشركة قدمت لكم هالشقة هدية. شو هدية يا مهدية؟ عم يتمقلش. شو المناسبة؟ الشركة انتجت فيلم. وعن طريق الصدفة، عن طريق الصدفة ها استخدمت فيه اسم السيدة الوالدة المحترمة المبجلة فردوس أبو كرعوبة. لك شو بدك من أمي؟ بعدين شو عرفك باسم أمي؟ بالصدفة. بالصدفة انذكر اسم السيدة الوالدة. تفضل عود، تفضل، تفضل. وهي الشقة تعويض. وأنا كنت رايد أقابل السيدة الوالدة المحترمة المبجلة. بس قالوا لي معها ارتجاج بدماغ. كسر كسر بالجمجمة. كسر بالجمجمة. ومشان هي ردت احكي معكم. مو فراج، مو ناقصنا مين يتمقلس علينا، نحن بنتمقلس على العالم عمو. لك عود ما عم بتمقلس عليكم عود. ما بصير الشغله فيها لعبه كانه فيها انا. وهي وراء الشقه مو ناقصه غير توقيعي. واقع. ما بقدر. ماني مخول بالتوقيع قبل ما توقعوا لي على التفويض باستخدام اسم السيدة الوالدة المحترمة المبجلة بالفيلم.